بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ده الجزء الثاني من محاضرة شابتر 15 سبلاي تشين مانجمنت. بنكمل مع بعض الأهداف التعليمية اللي بدأناها في الجزء الأول. هنكمل في الهدف التعليمي رقم 12، وهو discuss the logistics aspects of supply chain management including RFID technology. بيقول ناقش مفاهيم اللوجيستكس في إدارة السبلاي تشين وبما فيها تكنولوجيا بتسمى RFID، ودي هنشوفها مع بعض إن شاء الله. أولا تعريف اللوجيستكس هي بارت، زي ما قلنا قبل كده في الجزء الأول، هي بارت of the supply chain involved with the forward and reverse flow of goods, services, cash and information. واللوجيستكس مانجمنت هي عباره عن مانجمنت اوف inbound and outbound transportation, material handling, warehousing, inventory, order fulfillment and distribution, third party logistics, reverse logistics، وهي عباره عن return from customers. كل دي تحت حاجه اسمها اداره اللوجستيات او الادارة اللوجستية. احنا قلنا في اللوجيستكس هي موفمنت ليه ثلاث حاجات، ماتيريالز وسيرفيسز وكاش وانفورميشن في سبلاي تشين. فدي بتشمل موفمنت within a facility زي ما هنشوف في الجراف ده، incoming shipments و out going shipments، تحريك للحاجات الثلاثة دول، سواء من خارج المؤسسة اللي داخلها بيسموها incoming shipments. المنتج النهائي بعد ما بيخرج بيتشحن بيسمى outgoing shipments. داخل المنظمة بيسموه movement within a facility. الرسم ده بمنتهى البساطة بيقول ان ال incoming materials جاية من suppliers، هنا بتحصل عملية receiving، بتخزن تخزين مؤقت هنا، بعد كده بتخش على الشركة بتاعتنا لل work centers الاولاني، بتتصنع وبعد كده تروح الورك سنتر التاني وهكذا. بتتخزن، ممكن تتخزن تخزين مؤقت هنا، ورك سنتر اللي بعده اللي بعده، لغاية ما بيخرج منتج نهائي كامل. بيتخزن تخزين مؤقت وبعد كده بيتشحن اوت الكمباني للكاستمر. دي الحركة بتاعت الماتيريالز او السيرفيسز من داخل الشركة او من السبلاير للشركة عشان تصنع المنتج، وبعد كده بتخرج ليه الى outgoing shipment. الترافيك مانجمنت معناها overseeing the shipment of incoming and outgoing goods، وفيها بيتم الاتي: handles schedules and decisions on shipping method and times، يعني بنعمل جداول وبنتخذ قرارات خاصه بيه، يا ترى ايه طرق النقل المناسبه، يا ترى ايه التوقيتات المناسبه، ونعمل جداول للكلام ده اخذا في الاعتبار مجموعه من العوامل: cost of shipping alternatives, government regulations, needs of the organization, shipping delays or disruptions. وبنستخدم في الحاجات دي computer tracking of shipments often helps to maintain knowledge of the current status of shipments as well as to provide other up-to-date information on costs and schedules. التكنولوجيا اللي هي الخاصة بالتراكينج، تراكينج جودز من خلال الـ RFID تكنولوجي، هي عبارة عن، الاختصار بتاعها عبارة عن Radio Frequency Identification، وهي عبارة عن تكنولوجي that uses radio wave to identify objects such as goods in supply chains. هي similar to barcodes ده، ولكن بتتميز عنه انها are able to convey much more information، وهي عبارة عن شيب بالشكل ده وفيها كل المعلومات الخاصة بتفاصيل اكتر عن المنتج. Don't require line of sight for reading، مش محتاجة الجهاز اللي هو عشان نقرا
زي الباركود كده. don't need to be read one at a time، يعني مش محتاج ان انا كل ايتم ان انا اقراه واحد واحد، لا ده هو بيقرا الكميه كلها اللي موجوده على الرف مثلا او اللي موجوده جوه كرتونه او تراك. وكمان has the ability to increase supply chain feasibility، دي المزايا بتاعت التكنولوجيا دي. improve inventory management، improve quality control، enhance relationships with suppliers and customers. كل دي مزايا استخدام هذه التكنولوجيا وبتستخدم بكثرة دلوقتي في كل supply chain. ده مثال يوضح لنا التراكنج جودز بالتكنولوجي ال RFID داخل الوول مارت، ازاي الحاجات بتطلب وازاي بيعملوا تراكنج للبضايع. ففي 6 نقاط هنتكلم فيهم سريعا، وهي فعلا حاجة ممتعة وحاجة مبهرة. Special offer causes Walmart shoppers to snap up boxes of baby dry pampers. Walmart شركة عملت عرض خاص سببت ان كل المشترين بدأوا يسحبوا كل البوكسز الخاصة بالبيبي دراي بامبرز، اللي هي الحفاظات الجافة بتاعت الأطفال. ادي الوالمارت شيلف بيدي الارت، الناس بتاخد كل البضايع، الشيلف بيدي الارت نيد بامبرز، انا محتاج بامبرز، مش كده؟ فده المعلومة دي بعد كده، ده الكلام ده داخل الوالمارت. النقطة التانية، each box of bumpers has an RFID tag. Shelf mounted scanners alert the stock room of urgent need for restock. هو ده اللي احنا قلنا عليه هنا، في alert للستوك روم ان هم يحطوا على الشلف تاني، يجيبوا حاجات تانية ويحطوها على الشلف بسرعة. Store alert need bumpers. الستور بيقول ان في محتاجين bumpers. الوول مارت ديستريبيوشن سنتر جواه بيبدا يشوف الحاجات اللي موجوده ويبدا لو عنده بيبعت على طول ريسبلاي. لو ما عندوش بعد كده وول مارت انفنتوري مانجمنت سيستم اللي هو اللي قدامنا ده، مانجمنت سيستم تراكس اند لينكس اتس ان ستور ستوك اند اتس وور هاوز ستوك، prompting quicker replenishment and providing accurate real-time data. بيبدأ ينبه بعد كده الورهاوس بيدي تنبيه need bumpers، محتاجين bumpers. ماشي الكلام ده، المعلومة دي بعد كده بتروح فين؟ بس قبل ما نقول بتروح فين ونشرح الكلام ده، هي دي بتير and gamble supply chain software، الشركة اللي المفروض انها supplier بتاعه اللي هي B&G supplier. The Walmart information management system is linked to the B&G supply chain management system. في اتصال ما بين الانفورميشن سيستم من الوالمارت مع B&G. Demand spikes reported by RFID tags are immediately visible throughout the supply chain. ديماند اللي هو بدا يتم التقرير عنه باستخدام ال RFID تكنولوجي، على طول مباشره بقى متاح، المعلومه دي بقت متاحه خلال السبلاي تشين كله. فهنا في الارم اهو، بعد كده بيخش الكلام ده على B&G ريجيونال سوبر سبلاي مانجر، بيعرف المعلومه دي ويعرف المنتج اللي محتاجينه وهيروح فين بالظبط. بعد كده ده بيتصل، اول حاجه هنا نشرح دي الاول. نمبر 5، B&G's logistics software tracks its trucks with GPS locator، بيحدد الاماكن بتاعتهم، and tracks their contents with RFID tag readers، وبيبقى عارف الحاجات اللي موجوده عنده باستخدام التكنولوجيا دي برضه. Regional managers can reroute trucks to fill urgent needs، وممكن يحصل اعاده مسار على حسب الاحتياج بالنسبه للتراكس. اخر حاجه الالارم بيوصل للبي ان جي سبلاير، يا جماعه انتجوا، يا جماعه يا مصانع اشتغلت، وهكذا. ماشي بي ان جي سبلايرز ار اولسو يوز ار اف اي دي تاكس اند ريدرز اون ذير رو ماتيريالز.
giving P&G feasibility several tiers down the supply chain and giving suppliers ability to accurately forecast demand and production. وبالتالي على طول العربيات بتطلع بالبامبرز اللي محتاجينها 237 سيارة 237 عيد مسارك مش عارف ايه هو متوصل بالجي بي اس معاه ريسبلاي وبعد كده هنا ريسبلاي الول مارت عربيات الول مارت من المخازن بتاعتهم اللي هو الول مارت ديستريبيوشن سنتر بياخدها ويروح للايه للسوبر ماركتس او ريتيلرز او السوبر سنتر اوكي وبالتالي بيعوض اللي موجود ايه اللي حصل النقص اللي حصل على الرف بمنتهى السهوله والبساطه وعشان كده بنقول السبلاي تشين لابد ان هو يكون فيسبل مرئي والانفورميشن متاحه بحيث يحصل تعويض لاي نقص او عجز على الرف ابتداء من هنا هنبدا نعمل تقييم او نشوف بدائل او تقييم البدائل المتاحه للشيبنج evaluation of shipping alternatives is an important component of supply chain management considerations بتشمل include not only shipping costs but also coordination of shipments with other supply chain activities flexibility speed and environmental issues shipping options بتشمل او ممكن تكون من ضمنها involve trains trucks planes and boats relevant factors include cost time availability materials being shipped and sometimes environmental considerations at times options may be limited نتيجة ايه بقى one or more of these factors العوامل التالية هذه العوامل يبقى يقصد هنا الافيلابيليتي والتايم والكوست والماتيريالز بينج شيبد يعني كل دي عوامل بتحدد والعوامل البيئيه طبعا او الاعتبارات البيئيه كل دي عوامل بتعمل ليميتيشن على اختياراتنا على بالنسبه للاوبشنز اللي اختار اي وسيله على سبيل المثال هيفي ماتيريالز such as coal and iron or wouldn't be shipped by plane طبعا ما ينفعش high costs in some cases may roll out certain options also time cost trade-offs can be important organizations using low cost strategy often opt for slower lower cost options بينما organizations using a responsive strategy اللي هي الاستراتيجية السرعة الاستجابة more often opt for quicker higher cost options يعني دايما البديل اللي هو السريع دايما بيبقى مكلف شويه ودي معروفه في عمليه تقييم البدائل الشيبنج الشحن يعني situations that often arises in some businesses is they need to make a choice between نختار ما بين حاجتين وهو ده اللي احنا بنقول ان احنا نعمل تريد اوف rapid but more expensive shipping alternatives such as overnight or second day air and البديل التاني slower but less expensive alternative in some instances في بعض الحالات an overriding factor justifies sending a shipment by the quickest means possible احنا لو شلنا احد العوامل ممكن ايه نشحن يبقى في مبرر ان احنا نشحن بايه بطريقة سريعة وبالتالي غالية. So there's little or no choice involved. في بعض الأحيان ما بيبقاش في الاختيار البديل. أنت عايز بسرعة يبقى ما فيش بدائل. هو يلا على الطيارة. However, in other instances, urgency is not the primary consideration. وبالتالي so there is a choice. يبقى عندك بدائل أكتر. The decision in such cases often focuses on the cost savings of slower alternatives versus the incremental holding cost يعني دايما القرار هنا في بعض الحالات بتركز على التوفيرات اللي انت هتعملها من slower alternative البدائل البطيئة بالمقارنة للincremental holding cost اللي هي عبارة هنا annual dollar amount that could be earned by the revenue from the time from the item being shipped that would result from using the slower alternative
An important assumption is that the seller gets paid upon receipt of the goods by the buyer, for example through electronic data interchange. هنا طبعا المشتري ما بيدفعش حاجة إلا لما بيستقبل البضاعة بتاعته. عملية التقييم هتكون إن شاء الله عليها مسألة وفي قانون بسيط هنستعمله. The incremental holding cost بنحسبها by using this lower alternative is computed as بيتم حسابها بالإيه؟ بهذه المعادلة incremental holding cost equal H في D على 365. الحيثيات والمعادلة دي هنستخدمها معادلة بسيطة. الحيثيات ال H زي ما احنا عارفين قبل كده annual earning potential of shipping item العائد اللي احنا ممكن نحققه من شحن هذا الايه من العائد اللي ممكن نحققه او المتوقع ان احنا نحققه من الخاص ب الشيبد ايتم. دي ده عبارة عن difference in days between shipping alternatives يعني الفرق في الايام. يعني لو واحد هنبعته في خلال هياخد 10 ايام عشان يبعت او 7 ايام فدي هي الفرق ما بين ايه ال 10 وال 7. هنشوف مثال ان شاء الله والحل بتاعه. المثال بيقول ايه determine which shipping alternative 1 day or 3 days عندنا بديلين هنا يا اما نبعته في يوم او 3 ايام is best when the holding cost of an item is $1,000 per year. الهولدنج كوست عباره عن $1,000 في السنه بالنسبه لايه للايتم. The one day shipping cost $40 and the three day shipping cost is في مرتين في مدينا حالتين في مره اذا كانت ايه $35 او $30 يعني عايز المساله تتحل في جزئين. اوكي في مره لو كانت الشيبنج كوست 35 ومره لو كانت شيبنج كوست 30 بالنسبه للثلاث ايام. اوكي لكن ال1 دي شيبنج كوست هي مفيش الا بديل واحد اللي هو 40. الحل بتاعها اول حاجه اتش اللي هي الهولدنج كوست بالنسبه للايتم ايكوال 1000 بير يير. ده طبعا لو اتشحن ما فضلش عندنا الايتم فده التوفير اللي ممكن يحصل 1000 per year. Time savings التوفير في الوقت هو عبارة عن البديل الأولاني ناقص البديل التاني اللي هو هيطلع 2 days باستخدام 1 day shipping. هو الفرق ايه هيبقى يومين لأن في بديل تلاتة وفي بديل واحد. Holding cost for additional 2 days. طب الهولدنج كوست بالنسبة لو احنا قعدنا الصنف عندنا أو الأيتم عندنا يومين زيادة بيساوي 1000 في الفرق هو ده القانون اللي احنا استخدمناه 1000 اللي هي الاتش في عدد الايام الفرق ما بين الطريقه الاسرع والطريقه الابطا 2 على 365 عشان يطلع بالسنه بيساوي الرقم ده. يبقى ده التوفير اللي ممكن نعمله في حاله لو احنا هنبعتها في يوم واحد بدل ايه بدل 3 ايام. يبقى الكوست سيفنجز يبقى الكوست سيفنجز التوفير اللي ممكن يحصل بيساوي 5 بيساوي 5 ما هو دي البديل الاولاني 40 والثاني 35 5 ليه بيكوز في الحلقه ايه بيكوز ذا اكشوال سيفنجز اوف 5 يعني انت هنا في النقل هتوفر 5 طيب از ليس ذان ذا هولدنج كوست يعني انت هتوفر $5 في عملية النقل. الهولدنج كوست 5 يبقى في الحالة دي استخدم ايه؟ يوز ذا 1 داي اولترنتيف استخدم ايه؟ يوم واحد. 1 داي اولترنتيف احسن. لأن التوفير من الهولدنج كوست هيكون أكبر من التوفير اللي انت هتوفره في الايه؟ في ان انت تقول 3 أيام. يبقى في يوم أحسن. ماشي؟ كوست سيفنجز في الحاله الثانيه كانك هتوفر 10 دولار. طيب هي الهولدنج كوست كام معروفه او احنا حسبنا قبل كده 45%. طيب because the actual savings of 10 exceeds the savings in holding cost use the 3 day alternative. يبقى انت في تكلفه النقل هتوفر لك هنا
10 دولار لو انت استخدمت اللي هي 3 ايام، وانت لو بعته بسرعة هتوفر 5 48. يبقى الاحسن ايه، 10 ولا 8؟ 5 48، ال10 احسن. يبقى ايه، تستنى وتتباعد في البديل اللي هو 3 ايام. ارجو ان يكون المثال واضح لان هو بسيط جدا يعني، بس ركزوا معاه شويه. الحاجه اللي هنشرحها دلوقتي هي حاجه اسمها 3 بي ال، اللي هي ثيرد بارتي لوجيستكس، اللي هي اللوجستيات باستخدام طرف ثالث، اللي هي عباره عن ان احنا بنعمل اوت سورسنج اوف لوجيستكس مانجمنت. يعني بستعين بشركه تانيه هي اللي بتعمل لي عمليه اللي ايه؟ عمليه تقوم بعمليه اللوجيستكس في شركات متخصصه في كده. وده بيشمل برضو مش عمليه النقل بس، الوير هاوزنج والديستريبيوشن. وايه المنافع بقى من الموضوع ده؟ بناخد مزايا الاوت سورس اللي هي سبيشاليزد نوليدج، ذير ويل ديفلوبد انفورميشن سيستم، ذير ability تو اوبتين مور فيفورابل شيبنج ريتس، تدينا اسعار كويسه في عمليه الشحن. الهدف التعليمي ال 13 وهو قبل الاخير، وان شاء الله احنا اولموست هنخلص، بيناقش the issues involved in managing returns. موضوع لذيذ وبسيط وحلو قوي، واحنا ضد السياسه دي في المنطقه العربيه، ان هي ضد سياسه المرتجعات. لكن هنا في المرتجعات هنا مطلوب مناقشته، وازاي العمليه دي بيتم ادارتها. طبعا احنا مش عايز اقول ان احنا فشله في الجزء ده في اداره المرتجعات وبالتالي بنمنعها خالص، لا، ده احنا الموضوع ده شيء مهم جدا وبيساهم في زياده او سمعه الشركه بتاعه في ظل السياسه دي لو السياسه تمت بنجاح. Products are returned to companies or third party، يعني مش بضروري ان انا برجع مباشره للشركه اللي انا شاريها منها، ممكن اكون برجعها لطرف ايه، طرف ثالث هو اللي بيتولى الموضوع. Handlers for a variety of reasons، لاسباب كتير، and in a variety of conditions، وبشروط وبحالات مختلفه. الحاجات المرتجعات دي among them are the following، دي الحاجات اللي ايه، الاسباب والحالات المختلفه اللي ايه بترجع بيها. defective products، recalled products، obsolete products، unsold products returned from retailers، parts replaced in the field، items for recycling، waste. كل دي اصناف مختلفه او حاجات مختلفه للمرتجعات، وبتعتبر برضو ايه، في الولايات المتحدة الامريكية فقط the annual value of returns is estimated to be in the neighborhood of 100 billion dollar، يعني 100 مليار دولار مرتجعات سنوية. ده شكل الستور في امازون، warehouse distribution warehouse في نيفادا، ولاية نيفادا. الامبلوي هنا انسبكت ريتيرنت برودكتس بحيث يشوف حالتها ويصنفها ويشوف هيوديها فين بعد كده. اوكي، كل دي مرتجعات. ازاي بقى عمليه اداره المرتجعات او الريتيرنز بتتم؟ في هي اولا بيسموها احيانا ريفرس لوجيستكس. ريفرس لوجيستكس لانها بترجع بالعكس، يعني بترجع من الكاستمر لغايه ايه، لغايه السبلاير. is the process of physically transporting returned items. ده الديفينيشن بتاع reverse logistics. وده بيشمل ايه؟ either retrieving items from the field or moving items from the point of return to a facility where they will be inspected and sorted and then transporting to their final destination. في two key elements of managing returns. ايه هما؟ gate keeping و avoidance. gate keeping ده عملية الإشراف overseas. the acceptance of returned goods with the intent، هدف منها هو reducing the cost of returns by screening returns at the point of entry into the system and refusing to accept goods that shouldn't be returned or goods that are returned to the wrong distribution. يعمل filtration للحاجات اللي بترجع بحيث انه يقلل التكاليف عملية الايه cost of returns، بيبدأ يصنفها.
ويرفض الحاجات البضائع اللي هي مش المفترض انها ترجع او انها لازم ترجع او ترجع في او رجعت في المكان الغلط، يرجع المكان الصح. avoidance، avoid يتجنب خالص، مش هنا بيعمل filtration لبعض الحاجات. avoidance refers to finding ways to minimize the number of items that are returned، نحاول نشوف طرق ان احنا نقلل بقدر الامكان عدد الاصناف اللي ترجع. هدف التعليمي الاخير اللي هو رقم 14 هو هنقسمه الى جزئين. Describe some of the challenges in creating an effective supply chain، بعض التحديات اللي بتواجه انشاء supply chain فعال، انه يتم بطريقة فعالة صحيحة. يعني احنا قلنا في effective وفي efficient. effective بيتكلم على الطريقة الصحيحة، تعمل بطريقة صحيحة. efficient المقصود بها بأقل تكلفة ممكن أو أقل موارد ممكن. إيه هي التشالنجز أو التحديات؟ barriers to integration of organizations، getting top management on board، dealing with trade-off small businesses، variability and uncertainty لابد تاخد في الاعتبار. response type دي العناصر المختلفة للمحتاجين نوضحها او نوصفها لتحديات في ان انا اعمل create effective supply chain. creating an effective supply chain اولا بيبتدي ب strategic sourcing. ازاي؟ analyzing the procurement process to lower costs by reducing waste and non-value added activities، increase profits، reduce risks and improve supplier performance. creating an effective supply chain بتعدي ب او هي بتتبع موديل اسمه score model. score model ده اختصار ل supply chain operations reference، خدوا الاربع الحروف دي supply chain operations reference model، و ده الاسوسيشن اللي عملت الكلام ده www.supplychain على سكور، هتلاقي فيها المعلومات دي. provide steps بتدينا خطوات، الموديل ده بيدينا خطوات that can be used to create an effective supply chain. وهنا ده الاوتلاين بتاع الموديل، عباره عن customer اولا بيبتدي بالسبلاير بروسيسز، تكون من مجموعه من الخطوات طبعا بلان لكل الحاجات دي، سورس، ميك، ديليفر، ريتيرن في نهايه العمر الافتراضي او لو في احتياج لايه لرجوع. وهنا الشكل بيوضح لنا ان البروسيس هي عباره عن ارو انديكيتس ماتيريالز فلو دايركشن، والاسهم بتبين لنا ايه، بيبين لنا الفلو بتاع الماتيريالز، الماتيريالز بيمشي ازاي بالنسبه للاسهم. بالنسبه للدايره دي بروسيس نو ماتيريال فلو، لا مفيش هنا ماتيريال فلو، احنا بنعمل عمليه بلان لكن هنا ايه في فلو. الاسهم دي بتعبر عن طبعا في فرق ما بين السهم الاخضر والسهم الايه العادي. السهم الاخضر ده عباره عن تحرك ماتيريال والاتجاه التحرك طبعا بيتم في كل الاتجاهات. وهنا ده السهم ده بيعبر عن انفورميشن فلو، تدفق المعلومات. السكور موديل بيتكون زي ما قلنا من خمس حاجات، اول حاجه البلان، تاني حاجه السورس، تالت حاجه الميك، ديليفر، فايف اللي هي المانج ريتيرنز، ودول الخمس حاجات اللي بيكونوا السكور موديل. وتقدر تقرا كل حاجه منهم باختصار شديد جدا، لان لو فتحنا في التفاصيل هنعمل 2 3 سلايد لكل حاجه، فاقرا انت الملخص اللي قدامك ده. عشان تعمل effective supply chain there must be شويه حاجات. ايه هم؟ trust، effective communication، information velocity، supply chain feasibility وضحناها قبل كده، event management capability، performance matrices. وبالنسبه للperformance matrices او measures اللي هي الحاجات المقاييس الخاصه باداء supply chain، ومنها الحاجات الماليه، من ضمنها الحاجات suppliers، من ضمنها لما تيجي تقيم الفاينانشال
لما تيجي تقيم السبلايرز، لما تيجي تقيم الاوبريشنز، لما تيجي تقيم الجزئيه بتاعت الانفنتوري، لما تيجي تقيم الجزئيه بتاعت اوردر فولفيلمنت. كل دي حاجات من خلالها الكاستمرز، كل الحاجات دي كلها مقاييس من خلالها تقدر ان انت تحكم على اداء السبلاي تشين شكله ايه. الجزء الثاني من الهدف التعليمي هو ان انا اوصف some of the trade-offs involved in creating an effective supply chain. وانا بعمل بصمم supply chain في مجموعة من trade-offs، بعمل موازنات ما بين بعض الحاجات. ايه هي؟ تعال نوصف الحاجات دي. A number of trade-offs that must be taken into account in structuring a supply chain. وانت بتعمل انشاء للسبلاي تشين، اول تريد اوف اللي هو لوت سايز انفنتوري تريد اوف. يعني بتعمل ايه؟ تريد اوف ما بين الايه، اللوت سايز والانفنتوري. ازاي الكلام ده؟ لارج لوت سايز بيؤدي الى كل حاجه ليها مزايا وعيوبها، مفيش حاجه ميزه بس او عيب بس. فعشان كده بنعمل التريد اوف ما بين ايه، ما بين حاجتين. لارج لوت سايزز ييلد بينيفيتس in terms of quantity discounts and lower annual setup costs. ولكن عيوبها بقى، it increases the amount of safety stock، بتزود لنا الايه، السيفتي ستوك، and inventory carrying costs طبعا carried by suppliers. عشان كده لازم نعمل تريد اوف ما بين حجم اللوت اللي احنا بننتجه او نصنعه او نخزنه، وكل ما زاد كل ما كان حاجه كويسه، في نفس الوقت كل ما زاد كل ما كان حاجه سيئه على ايه، على الهولدنج كوست والسيفتي. انفنتوري ترانسبورتيشن كوست تريد اوف، يعني بنعمل دلوقتي تريد اوف ما بين حاجتين، الانفنتوري والترانسبورتيشن كوست، تكاليف التخزين وتكاليف الايه، وتكاليف النقل. سبلايرز بريفير تو شيب فول تراك لود انستيد اوف بارشال لود، ليه؟ تو سبريد شيبنج كوستس اوفر از ميني يونتس از بوسيبل. يبقى احنا ننقل عربيات كبيرة أحسن، ماشي، بدل ما ننقل عربيات صغيرة عشان نوفر إيه، ونوزع عملية الـ النقل على الإيه، لأنها بتتوزع على الأجزاء، بتتوزع على عدد أكبر. This leads to greater holding costs for customers. ده بيؤدي إلى إيه؟ holding cost كبيرة بالنسبة للكاستمر. يعني لازم إن إحنا إيه؟ نسيبها في المخازن فترة لغاية ما إيه؟ ما نقدر نملى بيها عربية، العربية بتبقى ضخمة جدا. حل بعض الحاجات دي، بنعمل حاجه اسمها كروس دوكينج. كروس دوكينج ده عباره عن اي تكنيك وير باي جودز ارايفنج ات اي وير هاوس فروم اي سبلاير ار ان لودد فروم ذا سبلايرز تراك اند لودد انتو ان باوند تراك ذير باي افويدنج وير هاوس ستورج. وتوضيحها في الشكل اللي قدامنا ده، ده عباره عن ديستريبيوشن سنتر. ده العمليه قبل اللي كان بيحصل، كل سبلاير بيبعت لو تراك لود، كل طبعا عربيات متوسطه الحجم لكل كاستمر، وشوفوا المسارات قد ايه. والوضع الجديد اللي هو افتر كروس دوكينج اللي عملته وابتدعته وول مارت، ادي السبلايرز وادي الكاستمرز، وهنا في ديستريبيوشن سنتر، كروس دوكينج ديستريبيوشن سنتر، بيحصل فيه، بيجي هنا الشاحنه فول تراك لود، كل واحد بيجيب بالمنتج بتاعه، وتيجي هنا تبدا تتظبط، تحصل لها ريسيفنج سورتنج، بعد كده شيبنج بالكميات المطلوبه لكل كاستمر برضه في فول تراك لود. اوكي، بالشكل ده. وده الرسم ده بيوضح ايه، عمليه الكروس دوك. اللون ده بيعني منتج معين او صنف معين، والكاستمر بياخد ايه احتياجاته في عربيه واحده كامله، بدل ما ايه مكان العربيات بتمشي كتير كده في الايه، ففيها توفير كبير جدا. ده موضوع الكروس دوك. هم اعتقد تريد اوفس خمسه. ليد تايم ترانسبورتيشن كوستس تريد اوف، يعني تريد اوف ما بين اللييد تايم والترانسبورتيشن كوست. سبلايرز لايك تو شيب ان فول لودز، صح، بات ويتنج فور سفيشنت اوردرز اند اور برودكشن تو اتشيف فول لود مي انكريز لييد تايم. شوفوا
يعني احنا ننقل اه بالفول لود، لكن هننتظر لغايه ما العربيه تتملي، فده بيؤدي الى ايه؟ انكريز ليد تايم. طب لازم نعمل موازنه ما بين الليد تايم والايه؟ والترانسبورتيشن. التريد اوف اللي بعد كده اللي برودكت فرايتي انفنتوري تريد اوف، تريد اوف ما بين برودكت فرايتي والانفنتوري، الاثنين دول مع بعض. Greater product variety usually means smaller load sizes and higher setup cost. أيضا as well as higher transportation and inventory management cost. يعني شوف يعني معناها smaller load size higher setup cost، كل دي تكلفة زيادة. Greater variety، ما هو الفرايتي دي حاجة كويسة، لكن greater product variety برضو معناها لابد، ما هو مفيش حاجه اسمها جريتر فرايتي وان انا لود سايز كبير، فده معناه يبقى في سمولر لود سايزز وكمان هاير سيت اب كوست، ما عشان انت الكميات بسيطه كل شويه معناها سيت اب كوست عاليه، از ويل از هاير ترانسبورتيشن اند انفنتوري مانجمنت. وهنا بيحصل حاجه اسمها ديليت ديفرنشيشن، ديليت ديفرنشيشن تاخير بسبب ايه؟ فرايتي. برودكشن، وده هيدينا مثال بعد شويه. برودكشن اللي هو delayed differentiation معناها production of standard components and sub assemblies which are held until late in the process to add differentiating features. واضحة، بنتج standard components و sub assemblies بحيث وهأجلها خالص لغاية ما ايه؟ ما اضيف لها differentiating features، سمات زيادة، خصائص زيادة لكل ايه؟ يتميز بها كل ايه؟ كل صنف، زي مثلا السيارات. For example an automobile producer may produce and ship cars without radius, allowing customers to select from a range of radius that can be installed by the dealer. يعني dealer هو اللي بيضيف بقى الايه؟ radius. Thereby eliminating that variety from much of the supply chain. الحاجة الخامسة والأخيرة في التريد اوفس هو cost. Customer service trade off. تكلفة ولا الكاستمر سيرفيس؟ أنت عايز ده ولا ده؟ producing طبعا عايزين حاجه وسط، صعب ان انت تقول لو انت عايز اهم حاجه عندك الكوست خلاص ماشي، اهم حاجه عندك الكاستمر سيرفيس خلاص ماشي، ده بيجي على حساب ده. producing and shipping in large lots reduces costs but increases lead time. احنا بنحاول نلعب على حاجه اسمها disintermediation. disintermediation اللي هي الوساطه، نحاول نشيل الوساطه. دي تراديشنال، دي تراديشنال واي في التعامل مع الكاستمر، من مرحله لمرحله لمرحله لغايه ما توصل للكاستمر. لكن هنا ديس انترميديشن معناها ان الكاستمر نفسه يقدر يتعامل مباشره مع كل المراحل دي مباشره. اخر حاجه عندنا هي اوبريشنز استراتيجي، زي استراتيجيه العمليات هنا، ان احنا بالنسبه للسبلاي تشين effective supply chain are necessary for organizational success. خلاصة يعني اللي احنا عايزين نقولها، وده بي requires integration of all aspects of the chain. كمان supplier relationships are a critical component of supply chain strategy، زي ما وضحنا، وان احنا نعمل partnership. وكمان استخدام lean operations to improve supply chain success شيء مهم جدا. وفي الفيديو اللي جاي اللي هو الخاص بـ future supply chains، ده بيوضح لنا الموضوع ده اللي هو سلاسل الإمداد في المستقبل. طبعا مش الهدف ان احنا نتفرج على الفيديو ده، بس اعرفكم ان في فيديو تتفرجوا عليه ان شاء الله. اخر حاجة عندنا هي في الكي بوينتس او الخلاصه بتاعت الشابتر ان شاء الله. اول نقطه، supply chains are a vital part of every business organization and need to be managed effectively to achieve a balance of supply and demand. تاني نقطه من النقاط الخلاصه، يعني there are a number of trade-offs to be made by supply chain managers. النقطه الثالثه، effective supply chains involve trust, communication, a rapid two-way flow of information, feasibility and event response capability. رابع حاجة وهي آخر حاجة، among important trends in supply chain management are measuring return on investment, greening the supply chain, re-evaluating outsourcing, integrating information technology,
managing risks and adopting lean principles. في الاخر بقول لحضراتكم يا ريت لو في اي سؤال تكتبوه في الكومنتس الخاصة بالفيديو وانا هجاوب عليها. لو في اي استفسار عن اي حاجة برضو ما تنسوش ان في discussion board موجود على الموقع الكورس سايتس، وان شاء الله اسمع عنكم كل خير. وده يعتبر الجزء الثاني والاخير من شابتر 15، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.